صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل. صباح الخير مجددا، اهلا وسهلا فيكم، ورجعنا لنكفي مشوارنا الصباحي بصباحك مسك. وبهي الفقره رح نتحدث عن الحمله اللي اطلقتها مديريه التربيه بتركيا حول الاطفال المتسربين من المدارس. ماذا عن هذه الحمله؟ ماذا عن الاطفال فعلا المتسربين؟ اليوم في اعداد لا يستهان بها من الاطفال يلي متسربين من المدارس، ما عم يمارسوا حقهم بالتعليم بشكل جيد بالمدارس التركيه، إما لأسباب أنهم ما بيملكوا كملك مثلا، أوراقهم القانونية ناقصة، أو بسبب فقر الحال بيتحولوا للعمل وما إلى ذلك. وهذا أو هي النقطة تحديدا، ماذا عن الأهل؟ هل اليوم الأهل بيتحاسبوا بتركيا في حال أخرجوا طفلهم من المدرسة ووجهوه إلى سوق العمل بعمر مبكر؟ رح ينضم معنا على الهواء مباشرة المهندس صالح إسماعيل، منسق وداعم بمديرية تربية بندك. أهلا وسهلا فيك أستاذ صالح. أهلا وسهلا فيك أستاذ يارا. يسعد صباحك يا رب. بداية خبرنا عن الحملة، امتى انطلقت وشو هي يعني شو هو الهدف الرئيسي لمديرية التربية لإطلاق هي الحملة وبهذا الوقت تحديدا؟ تماما، هلا اذا اعتبرناها حملة هاي القرارات بشكل دوري عم تطلع من إدارة التربية، وهذا الامر ما هو جديد ابدا. في برامج كثير انطلقت قبل كانت من خلال حملات سابقة بمجال متابعة الطلاب اللي نقول متسربين عن الدوام الرسمي. هاي الحملة انطلقت تقريبا بتاريخ 3/1، حملة بشكل كامل على نطاق الدولة التركية كاملة. هلا سبب انطلاقها، يعني دائما أي عمل يحتاج إلى تخطيط، يحتاج إلى أهداف. الهدف منها هي أنه إعادة الطلاب المتسربين عن المدارس إلى مقاعد دراسة. الطفل هو التعلم، هذا الطفل اللي عمره بين 6 سنوات إلى 13 سنة من حقه أن يكون على المقاعد الدراسية وليس في أماكن العمل. لهيك هذه المرة يعني فيها جدية كاملة. جانا أمر من وزارة التربية بالتنسيق مع منظمة يونيسف وأيضا الهلال الأحمر بأنه يقوموا المدرسين السوريين العاملين في مديريات التربية والمدارس التركية بأنه يقوموا هن بهذه الحملة طبعا على نطاق تركيا كاملة. في عنا حوالي 80,000 طالب الآن خارج، طبعا هذول الرسميين غير الأعداد الغير رسمية، 80,000 طالب الآن خارج المقاعد الدراسية. خليني توقف عند هاي النقطة، 80,000 طالب سوري اليوم خارج المقاعد الدراسية ما عم يتلقوا التعليم بتركيا؟ تماما، رقم مرعب. رقم مرعب طبعا يعتبر. طبعا الحملات السابقة كانت تتم مثلا لكن على نطاق ضيق. يعني مدرسة مثلا المدرسة الفلانية كان بتقوم بهذا الشيء من خلال بعض المدرسين الأتراك وأيضا بعض المدرسين السوريين كمترجمين، كان يقوموا بالزيارات لأولياء الأمور بحيث يحطوهن على العودة، عودة الطالب إلى المدرسة، وكمان توضيح الأضرار اللي رح تترتب على العائلة وعلى الطالب. يعني بقاء الطالب بدون تعليم هاي تعتبر كارثة، بالإضافة أنه العائلة ممكن تتحاسب في يوم ما لأنه التعليم في تركيا تعليم إلزامي. لهيك عدم وجود الطالب في المدارس تعتبر مخالفة قانون.
طيب إذا معنا المرة الأولى يعني عم بيتم العمل على إعادة هؤلاء الأطفال إلى المدارس وإلى التعليم، ولكن هاي المرة خلينا نقول إنه هي حملة ممنهجة أكثر واسعة أكثر رح تشمل تركيا بشكل عام، ومثل ما ذكرت أستاذ صالح هي لكامل المراحل الدراسية يعني من الصف الأول للبكالوريا إذا بدنا نقول يعني كامل المراحل الدراسية. طيب كامل المراحل. هلا العمل نحن هون في مدينة بندق قسمناه لمرحلتين. المرحلة الأولى هي جمع المعلومات، معلومات الطلاب من خلال زيارة المعلمين للمدارس الموجودة في مثلا في مدينة بندق. بعد ما نجمع هاي المعلومات بشكل كامل طبعا بجهود المعلمين، أنا من خلال منبركم بشكر جهودهم الجبارة يعني فيها مجهود عضلي ومجهود مادي ومجهود ما شاء الله عليهم. بعد ما نجمع المعلومات نقوم بعملية زيارة الطلاب المرحلة الثانية. طبعا الموضوع ليس هي مجرد زيارة المعلم للعائلة ومجرد نقول رفع عتب، لا، لازم يتابع المعلم موضوع تسرب هذا الطالب، يعرف الأسباب، يحاول أنه يحسن يعالجها، يحل مشكلتها، يحكي مع أولياء الأمور، وأيضا يوضح لهم أيضا ضرر اللي رح يلحقه للطالب بالدرجة الأولى وأيضا للعائلة، لأنه العائلة هون حسب القانون التركي رح يعتبروا عائلة مخالفة لأنه التعليم إلزامي، وبالتالي أي عائلة ترفض أنه تمنع، ترفض أنه تبعث ابنها أو بنتها للمدارس بسبب ظروف العمل أو مثلا بسبب الزواج المبكر، فرح تعتبر العائلة ككل مخالفة وممكن تترتب عليها شغلات تانية. يعني ممكن هون يكون في محاسبة للعوائل يعني ما رح تلتزم بإعادة أطفالها للمدارس، صح؟ والله من خلال قراءتي للقرار يعني يبدو أنه هاي الحملة واسعة جدا. هن في مثل ما حكينا أنه دائما في أهداف، الهدف الرئيسي هو عودة الطالب، لكن حتى تكون الحملة إلى نتائجها المرغوبة واللي حايطينا بالخطة، هون بده المعلم السوري اللي بده يقوم بالزيارة بده ينبه العائلة عن الضرر اللي ممكن يلحقه للطالب أيضا للعائلة. إجمالا يعني يمكن ما لحد الآن غير واضح أنه ماذا بعد، يعني بعد هذه الحملة كيف رح يكون التعامل مع الأهل أو مع العوائل اللي هنا عندهم أطفال متسربين من الدراسة. لكن إجمالا مثل ما ذكرت الدراسة والتعليم في تركيا هو أمر إلزامي، وهناك مخالفة قانونية في حال ما التزموا الأهل بهذا الموضوع أو بتعليم أطفالهم. طيب خلينا نحن اليوم نكون واقعيين، اليوم العديد من الأطفال السوريين عندهم مشاكل قانونية بأوراقهم الرسمية بتركيا، لذلك هن متسربين، لذلك هن ما عم يقدروا ياخذوا حقهم بالتعليم، والكثير من العوائل عم يسعوا أنه مثلا يحصلوا الكمالك أو يكون وضعهم قانوني اليوم في تركيا. كيف العائلة اليوم رح تتعامل مع الطفل يلي هو عنده أوراق ناقصة؟ هل ممكن يكون هنالك استثناءات معينة لتعليم الطفل بتركيا، لإلحاق الطفل بإحدى المدارس، ولا كيف؟ هلا أنستي بالنسبة للعدد اللي ذكرنا اللي هو ما يقارب 80,000 هدول للي أوراقه نظامية، يعني 80,000 هدول أوراقهم نظامية، ما عندهم أي مشاكل قانونية هدول، يعني ما عندهم أي مشاكل، لا يوجد لديهم مشاكل، وإنما هن بإرادتهم أو بسبب الظروف اللي هن عم يمروا فيها، مثلا ظروف مادية أو مثلا زواج مبكر، ممكن تركوا المدارس. لكن الأرقام الثانية اللي بنحكي عنها اللي هي أنه بعض العوائل مثلا بسبب إقامتها بيكون مثلا كمثال كملكون غازي عنتاب مثلا عم يسكنوا بإسطنبول، يعني طبعا حسب القانون التركي وإجا توجيه كثير من دائرة الهجرة ومن وزارة الداخلية ومن وزارة التربية أيضا بخصوص أنه الطالب نقول الأجنبي لا يجوز أن يدرس في مدرسة إلا حسب مكان إقامته. طبعا الهدف من هاي القرارات أنه عودة المواطنين الأجانب إلى أماكن إقامتهم حتى يعني يتخلصوا من مسألة الازدحام في بعض المدن المكتظة مثل إسطنبول وغيرها. لذلك الأرقام يعني 80,000 هايدي، نحن حملتنا على 80,000،
أما البقية اللي هن مثلا ممتنعين بسبب أوراقهم أو بسبب مكان إقامتهم أو عدم وجود كملة، هاي الأمور المفروض الأهالي هن يحلوا مشكلتهم بحيث أنه يرجعوا لمكان إقامتهم وهنيك يتم تسجيلهم بكل بساطة. أنا بعرف في عوائل كثير لأنه هدفهم هن إعادة أولادهم للمدارس، خروجهم من سوريا لهون أو من أي بلد لهون هو الهدف هو تدريس أبنائهم، فلذلك عادوا إلى مدنهم اللي فيها إقامتهم وهلا عم يدرس أولادهم عم يدرسوا بشكل نظامي. فجواب لسؤالك إنه هل يوجد حل لأصحاب اللي عندهم مشاكل بالأوراق؟ صراحة حاليا لا يوجد. لا يوجد الحل، لكن يعني بدنا نقول الحل الوحيد إنه هن يرجعوا كل حدا يلتزم بمكان ولايته بمكان إصدار بطاقة الكملة منه. نعم أستاذة يارا، نحن الآن بصدد 80,000 لأوراق نظامية، يعني هذول أوراق نظامية، هذول إقاماته نظامية، عناوينهم ممتازة، يعني ما في عندهم مشاكل، لكن هذا التسرب تسرب ذاتي من الطفل أو من العائلة مثلا، هذول اللي نحن اليوم بصدد معالجتها. أما اللي نفترض اللي الآن غايبين عن المدارس بسبب أوراقهم أو ما شابه ذلك، هذول ممكن تكون فيما بعد مرحلة ثانية من خلال التوعية وليس من خلال الإجبار أو أي شيء آخر. يعني 80,000 طالب أستاذ صالح، الأعمار موضحة مثلا، يعني أي فئة عمرية هي الأكثر تسرب اليوم بين الطلاب؟ حاليا مثل ما تفضلت أنه نحن بالنسبة لفندق مثلا مقسمين العمل لمرحلتين، مرحلة جمع المعلومات وهي زيارة المعلمين للمدارس التركية اللي فيها طلاب سوريين، من ثم جمع المعلومات ثم زيارة، لهيك المعلومات ليست يعني بين ايدينا. نعم. طيب اجمالا كم يعني بعد مرحلة جمع المعلومات رح تبلشوا بزيارة العوائل بمنازلهم، صحيح؟ نعم. قد رح تستمر هي الحملة؟ هاي الحملة بثلاثة، طبعا هي 2-1 بلشت، لكن تم تبليغها بثلاثة 1 إلى 31-1 رح تستمر هذه الحملة. من خلال منبركم بتمنى أنه العوائل السورية اللي رح نزورهم نحن في جميع أنحاء تركيا التعاون مع المعلمين السوريين فتح أبوابهم والحديث معهم، طبعا رح يكون كل عائلة يتوجه إليها أستاذ سوري بده يكتب بالتركي طبعا زيارته ونتائج زيارته وشو السبب، نعم تقرير ويتوقع عليها ولي الأمر، لهيك الأمر جدي جدا يعني، وبتمنى أنه الأهالي يتعاونوا بشكل كامل مع المعلمين السوريين. يعني مو معقولة مثلا معلم سوري ماخذ باصين مثلا شي ساعة لحتى وصل للعنوان، بعدين العائلة والله ما تفتح له الباب، يعني شيء مشكل جدا جدا جدا. فبتمنى الأهالي انه يكونوا يعني متفاهمين لهذا الموضوع، والموضوع اصلا لإله يعني لصالح الأطفال. طيب ذكرت أنه لازم يكون توقيع ولي الأمر على تقرير المعلم، تقصد بولي الأمر الأب والأم أم يعني أي حدا ممكن من العائلة؟ مثلا بعض العوائل مثلا الأب والأم بيكونوا بيشتغلوا خارج المنزل، ممكن الجد الجدة يكونوا بالمنزل هنا اللي يعمروا الأطفال. الشخص اللي بينسأل يعني مثلا دخل عائلة فرضا أخته الكبيرة موجودة هي اللي تحدثت عن الموضوع، فهي بتوقع مثلا أو أخوها أو أخو أو أب، يعني مين ما كان موجود في البيت. نتمنى لكم كل التوفيق الأستاذ صالح إسماعيل، منسق وداعم في مديرية تربية بنك، شكرا كثير لانضمامك. صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل.